أهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كل سعيد والوقفة الاحتجاجية ضد تثير الجدل، حيث أن كل سعيد قد وقف إحدى المحتجين ضده، وأيضا وقف إحدى الموافقين على قراراته، حيث أن كل سعيد قد أثار انتقادات الشعب التونسي بسبب تأخر قراراته وأيضا عن الدستور التونسي، وحيث أن الرئيس كل سعيد حتى الآن لم يعين رئيس حكومة، وحيث أنه قد أثار جدل الرئيس التونسي كل سعيد اليوم. اللهم احمي الشعب التونسي يا رب واحميه ويجعله بأمان وسلام دائما، اللهم آمين. ولا ندركم في عهد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.